هذا أيضا السؤال عن موضوع الشيخ الألباني ورميه بالأنجاء، يعني يقول ما هو فائدة ذلك؟ الألباني رحمه الله علم من أعلام السنة، بل هو رأس أهل السنة في زمانه بالشام، كما أن ابن باز رأس أهل السنة في جزيرة العرب. والذي رمى الشيخ الألباني في تهمة الأرجاء هذا لا يخلو من أمرين، إما أنه يكون من الخوارج، وإما أنه يكون من الجهلة الظلمة الذين لا يعرفون ما الإرجاء ومن هو المرجئ، وأيضا يظلمون الناس عافانا الله عز وجل وإياكم. وعلى كل فضل الشيخ الألباني معروف، وقد بارك الله في مؤلفاته حال حياته، فقل من لا يعتمد عليها في التصحيح والتضعيف، وسيزداد ذلك بإذن الله بعد هذا الجيل. ونعلم أن حساب الشيخ الألباني كثير جدا جدا جدا، حتى من أهل السنة من يموت حسدا لما أعطى الله عز وجل الألباني من مكانة ومن علم ومن فضل. فهذا فضل الله عز وجل يأتيه من يشاء، عشان نفرح بأن يوجد عندنا عالم في هذا الوقت لو نص الألباني، نفرح ونعتبرها مما يسند الأمة وينهض بها في المملكة، ولا في الصين، ولا في الصومال، ولا في الشام، ولا في أي مكان. لا 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 نتبق بذلك، وإننا نتبق بعلمائنا. علماء السنة كانوا من خراسان، وكانوا من تلك النواحي، وقد كانت خراسان اللي الآن في إيران معقل أهل السنة في وقت من الأوقات. فأهل السنة والجماعة لا يتقيدون ببلدان، ولا يتقيدون بألوان، ولا يتقيدون بمثل هذه الأمور التي ليست في مجال التحقيق شيء، وإنما ينظرون إلى علم العالم وكونه موافق لكتاب السنة وكونه من علماء أهل السنة والجماعة. ولا غيب عندنا أن الألباني من أئمة أهل السنة والجماعة، هذا الذي ندين الله عز وجل به ونلقى الله عز وجل عليه، والذي سوف يرميه بما يرميه به، فهذا لن يفلح. وسنة الله عز وجل أن من أدح في مثل هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يسلب منه البركة، وأن الله عز وجل لا يجعل له المكانة في الأمة. ولهذا الذين قدحوا في الشيخ الألباني هلكوا، والذين قدحوا في الألباني أيضا هلكوا. هلكوا ليس الهلاك فقط الحسي، وإنما اللي يعنيه أنا هو أعظم، وهو الهلاك المعنوي. فيبقى الألباني ويبقى ابن باز ويبقى الشيخ العثيمين، وسوف يسجل أجيال أهل السنة القادمون لهؤلاء مناقب عالية ورفيعة، وإن شاء الله هذا علامة خير لهم في الآخرة بإذن الله تعالى. أيضا هذا السؤال